طب قد ايه مهم ان احنا يعني نغتنم الفرص، وقد ايه مهم ان احنا نعبر عن حبنا للشخص اللي قدامنا من وقت للتاني؟ يعني في بعض اللي انا بسمعها كتير قوي، انه طب ما انت مراتي، طب ما انت جوزي، طب ما احنا بقالنا ما بقى، يبقى اكيد بحبك، اكيد بحبك. لا، يعني ازاي مهم ان انا اغتنم فرصه زي الفالنتاين مثلا، او من وقت للتاني واعبر عن حبي، مش شرط بهديه هديه يعني، بس ممكن اجيب هديه، او ان انا اعمل زي ما كنا بنقول في البدايه مثلا اكله، حاجه تحط فيها مجهود يعني. ما هو الراجل محتاج ده، ما هو الراجل محتاج اكله حلوه، محتاج برفيوم ريحته حلوه، محتاج بيت بقى شكله مختلف كسرت الروتين، محتاج يروح يلاقي ورد في البيت، يلاقي اكله بيحبها عملتها له. هو الراجل بيحتاج التعبير عن الحب بالطريقه دي. الست بتحتاج الطبطبه وتحس بقى ان هو كسر الروتين اليوم ده عشانها، انا رجعت من الشغل بدري عشانك، يعني حتى لو هو جايب لها شوكولاته، ان شاء الله جايب لها ورده واحده، بس انا النهارده خدت اذن الصبح عشان افطر معاكي قبل ما اروح الشغل. اوكي. ان هو في نص كده اللي بيشوفنا بقى يبعت رساله بقى ورد وبتاع، رساله بس، او يسجل لها فيديو، حبيبتي النهارده عيد الحب، كل سنه وانت طيبه. المواضيع الصغيره دي بتعني للمراه كتير، بتعني لها كتير، رغم انها حاجات صغيره خالص، والرجاله مش واخدين بالهم لانهم شايفين من منظورهم. يعني الراجل يا هو شايف من منظوره ان لازم حبه مكلف، فهو يتهيأ له ان رضا المراه مكلف. لا خالص خالص. رضا المرأة بسيط، ان هو بس يقول لها انا جيت النهارده بدري عشانك، انا جبت الشوكولاته اللي انت بتحبيها، انا جبت الحاجات اللي تعملي بيها الاكل اللي انت بتحبيه. يعني لو هي بتحب وجبه معينه مثلا، فقال لها انا نزلت النهارده واشتريت كذا وكذا وكذا عشان تعملي الاكل اللي انت بتحبيه، هي تحس ان ده ان هو فاكرها، ان هو معتني بيها، كير بيها، فده هيبقى بالنسبه لها حاجه حلوه قوي. طب ازاي في عيد الحب يتم تجديد هذا العهد او هذه المشاعر؟ ازاي يبقى في نوع من انواع ان احنا يعني لو حياتنا روتينيا نخلي الموضوع ده يطلع مره ثانيه؟ ما دي ميزه الاعياد بقى، مفيش حاجه اسمها احنا متجوزين ما عندناش عيد حب، احنا كل يوم عيد حب، مفيش ده. احنا محتاجين في عيد الحب نكسر الروتين، محتاجين في عيد الحب ناخد يوم اجازه، اللي ملحقش النهارده ياخد بكره مثلا، او يكسر روتين يوم، يعني يكسر روتين يوم باي حاجه بقى. يعني احنا محتاجين نفتكر ايام الخطوبه، نفتكر لما ارتبطنا ببعض اول مره شفنا بعض، ان احنا نتكلم في الذكريات السعيده دي بتقوي الحب، ان احنا نجدد احتياجنا لبعض. الاحتياج نقطه ضعف الرجل والمراه، يعني المراه بتهتم ليه بالبيبيهات وكير قوي بيهم البيبي عن جوزها، لان احنا بنحس البيبي ده محتاجنا، البيبي من غيرنا يضيع، فده نقطة ضعف الستات. نفس القصة نقطة ضعف الرجالة لما يحس إن مراته من غيره تضيع، ودي حقيقة، إن أي مرأة من غير جوزها هيبقى فايتها كتير، فبرضه دي نقطة ضعف الرجال، فإحنا نجدد احتياجنا لبعض. عشان كده في البر الغربي بقى ما بيقولوش كتير I love you، يقولوا I need you، أنا محتاجة لك. دي ترجمة حياتية أو حرفية للحب، ما هو الحب احتياج. الحب احتياج، فانا احسس الطرف الثاني لا ان انا محتاجه لك، وان انت مهم في حياتي، وان انا ما اقدرش استغنى عنك. ونفس القصه بالنسبه للراجل، يفهم المراه ان هو محتاجه اكتر من اطفال. فدي كده بنجدد عهد الحب، وبنجدد الحاجات الحلوه، نفتكر الاوقات السعيده اللي كنا مع بعض، نشغل شريط فرحنا، نشوف نفتكر اول الذكريات، ونبتدي نكمل حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، بتبقى حاجه لطيفه قوي.